السلام عليكم. توقيت إجراء قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة لأحداث ووقائع هذه القرعة. يشارك في التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 48 منتخبا، وسيتم تقسيم هذه المنتخبات إلى 12 مجموعة، كل مجموعة ستضم 4 منتخبات، والمتصدر والوصيف في كل مجموعة سيتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023. وسيتم إجراء قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب، 6:30 مساء بتوقيت الجزائر وتونس، 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم النقل المباشر لأحداث ووقائع هذه القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اليوتيوب.